قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل الذين يعبدهم المشركون من دون الله، يقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الإنسان أيها الإخوة، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لغير الله. فالذي يعبد نفسه لغير الله لماذا؟ من أجل أن يحصل مصالح في الدنيا، شهوات أو غير شهوات، أو سعادة أو لذة أو مال، حسب خاطره هو ما هو ألذ شيء عنده. في ناس تأخذهم الشهوة الجنسية، فإذا ساقوا وراء فلان يحقق لهم الأهواء والشهوات والنساء وكذا، مثل ما كان يقول مسيلمة الكذاب: محمد يقول لهم ما في زنا، أنتم أزنوا افعلوا ما شئتم، ما في خمور، اشربوا ما تريدون، فيتبعون مسيلمة، هذا نبي الباطل والكاذب، لأنه يحقق مصالحه. ومن كان يريد الله تبارك وتعالى ويطيعه، يطيعه من أجل أن يسعد في الدنيا والآخرة، لأن الله هو الخالق وهو الذي يحقق لك ما تريد. أما غيره عندما تحتمي به وتدخل تحت لوائه فلتعلم أنك لم تستفد شيئا، وأنك استنجدت ببيت أو تحصنت ببيت واهن لا يفيدك ولا يحصنك. يضرب الله لنا مثل هذا البيت ببيت العنكبوت. بيت العنكبوت كلكم تعرفونه، تنسجه في زاوية بيت أو عند شجرة، تنسجه نسيجا هكذا، تمر الذبابة فتعلق في هذا النسيج، بيهتز، تركض العنكبوت فتأكل الذبابة. فالذي يتخذ بيت مثل بيت العنكبوت ماذا يفيده هذا البيت؟ نسمة هواء بتطيره. ست البيت لما بتنظف البيت، زوايا البيت إذا كان فيها العنكبوت، بالمؤشر بالمكنسة تعمله هيك، بنزل لا يبقى شيء. هذا بيت العنكبوت، هذا الذي يتوجه إليه بعض الناس ويتركون طاعة الله خالق الكائنات، الله خالق الإنسان والكون والحياة. فمن جهله وأطاع غيره واتبع غيره ليحقق ما يريد لا يحقق إلا ما يقدره الله له. فالله قدر أن يعطي من هذه الدنيا المؤمن والكافر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، ولا يستطيعون أن يتخلصوا من الله تبارك وتعالى. فالله بيده كل شيء، ولا يحميهم ولا ينقذهم طاعتهم لفلان أو سيرهم وراء علان، يكون شبيحة نبيحة مدري إيش إلى آخره، لا يفيدهم شيء. يأتي ملك الموت ويخرب بيت العنكبوت كله، ما بقى لهم أحد يحميهم. عندما فلان يقاتل في سبيل الطاغوت فلان، ترفع سلاحك على الناس وتقتلهم في سبيل ماذا؟ قال يزعم بعض الناس عم بضحكوا عليهم، والله من أجل المقاومة. لعن الله الظالمين. كم من قرآن، والقرآن يلعنه كما يقول ابن عباس، يقرأ الظالم قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، على المشركين، وهم من المشركين، وهو يطيع غير الله. أين المقاومة التي يمنعها الشعب السوري؟ أين المقاومة؟ الشعب السوري هو المقاوم، ومن يقتله الآن يقتل المقاومة لمصلحة اليهود. ولكن نعيش عصر الدجال قلبت فيه المفاهيم.
فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يقاتلون في سبيل فلان من الناس، هل يستطيع فلان أن ينقذه من الموت؟ المؤمن يموت في سبيل الله ويحتمي بحمى الله، فإذا مات مات على الإيمان، وإذا عاش عاش عزيزا بعزة الله تبارك وتعالى. وهذا الذي يدافع عن فلان من الطواغيت إذا مات يموت كافرا نجسا، لأنه أشرك مع الله طاعة غيره ومات في سبيل المخلوق لا في سبيل الله، واستنجد ببيت واه عندما أطاع غير الله، مثل بيت العنكبوت. بيت العنكبوت الهواء ينسفه فلا يبقى له شيء، قصب ولد صغير يعملها هكذا فلا يبقى شيء من بيت العنكبوت وتهرب العنكبوتة. لذلك قال الله تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الوهن الضعف، أضعف البيوت بيت العنكبوت. ومن يحتمي بغير الله ويتوكل على غير الله كمن استنجد ببيت العنكبوت. شوف الذئب له جحر بيدخل فيه يمكن يخبيه، ما حدا يصله، بيطلع في الليل عندما يطمئن ما في أحد. الحيوانات الأخرى تفترس كذا تختبئ في كذا. أوهن البيوت وأضعف البيوت بيت العنكبوت. فالكافر الذي يحتمي بغير الله ويكون وراء غير الله تابعا لمخلوق فكأنه احتمى ببيت مثل بيت العنكبوت وهو أضعف البيوت. انتبهوا لعظمة الله في ضرب المثل: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ولكن الكافر لا يعلم، لا يعلم مصلحته، لأن أهم أمور العلم أن يتعرف الإنسان على ربه ويعلم أن الله بيده كل شيء. فعندما يتسلط عليك متسلط يتسلط بقدرة الله ليبتليك الله ويختبرك، هل تصبر على طاعة المخلوق وتعمل على الخروج منه، أم تستكين وتحقق شهوات الدنيا وتنسى الله وتكتفي بما كان يقوله اليهود: سيغفر لنا، الله غفور رحيم. وليس في ذهن أحدهم ولا في قلبه: واعلموا أن الله شديد العقاب. شديد العقاب على من أشرك واستحل طاعة غير الله. قد تزل قدم الإنسان فهذا لا يحتمي ببيت العنكبوت، ببيت مثل بيت العنكبوت، لا، يعرف أنه أخطأ ويعود إلى الله بالتوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما من يصر على معصية الله ويدعو غير الله، يدعو غير الله يعني يعبد غير الله، يطيع يستحل طاعة غير الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من استحل طاعة غير الله في المعصية فقد عبد مع الله إلها آخر. أما من زلت قدمه ووقع في معصية، أي معصية كانت ولو كانت من الكبائر، إذا عرف أنه ارتكب إثما وخالف أمر الله وندم على ما فعل وتاب إلى الله، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، يقبله الله. أما من يدعو من دون الله من شيء فقد احتمى ببيت مثل بيت العنكبوت، وبيت العنكبوت واه. والله تبارك وتعالى هو العزيز الحكيم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، كل الأشياء والمعبودات يعلمها الله، وهو جعل ذلك ابتلاء لله للناس واختبارا، ابتلاء للناس واختبارا. وهو العزيز الحكيم، العزيز ذو القوة الغالبة، الحكيم ذو الحكمة البالغة. بين للناس كل شيء وأعطاهم العقل حتى يعقلوا ويستمعوا ويبصروا ويدركوا ويختاروا طريق الحق ويتركوا طريق الباطل، يختاروا الحرية الحقيقية بطاعة الله والتبعية له والاحتماء به وبشريعته وبدينه، وترك الميل لغير الله والشرك بالله تبارك وتعالى. فإذا فعلوا ذلك نجوا، وإن لم يفعلوا فالله عزيز، أي يأخذ بعزة وبقوة، وهو القوة عنده القوة الغالبة والحكمة البالغة. وتلك الأمثال نضربها للناس، يضرب الله الأمثال للناس ليعقلوا ويستدركوا أنفسهم، وما يعقلها إلا العالمون، لا يعقل دلالتها ويتمسك بما توضحه هذه الأمثال إلا العلماء.
فمن شعر أنه لا يفهم أمثال القرآن ولا يفقه منها شيء ولا يعطيها بالا فليعلم أنه جاهل. والجاهل لا يعني أنه يجهل القراءة والكتاب، لا، كثير من الناس يقرؤون القرآن وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين، يقرأ ولكنه لا يدري، لأن القلب مرتبط بغير الله تبارك وتعالى، اتباعه لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. أما إذا وجدت نفسك متبعا لغير الله، نسيت رسول الله، ويا حسين يا حسين يا كذا يا كذا من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم أحب بيت آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما في عندنا طاعة الوقيه الفقيه في كل شيء، لا يحلل ولا يحرم. من أطاع غير الله في التحليل والتحريم فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى عبدا من عبيد الله. والمشرك مع الله غيره خالد في النار لا يخرج منها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني من وقع في الزلة زلت قدمه أيا كانت من المعاصي وهو يعلم أنه حرام وتاب إلى الله يقبله الله، أما الشرك لا يقبل التوبة إلا أن يجدد إيمانه ويستقيم على أمر الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.